إن أساس صحة القلب وسلامته في إيمانه بالله وقراءة القرآن. إن قلب الإنسان بين جنبيه لا يطمئن ولا يسكن ولا يهدأ ولا يرتاح ولا يطرب ولا يأنس ولا ينشرح ولا يلين ولا ينفسح ولا يسلم ولا يأمن إلا بذكر الله وبتلاوة القرآن. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجساد. مواعظ القرآن لأمراض القلوب شافية. فعلى المسلم أيها الأحبة أن يبتعد عن الذنوب صغيرة كانت أم كبيرة، وإذا وقع في معصية فليعجل بالتوبة والإنابة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والذكر والطاعات.